سيد الرئيس. مرحبا، اهلا وسهلا. شرف كبير لي. مرحبا، اهلا وسهلا. بونجور. بونجور سيد الرئيس. بونجور، مرحبا. بونجور. بونجور مدام. بونجور. تفضل. تكريم للجميع لينا. ما فيش مشكلة. ثانك يو. ثانك يو سو ماتش مستر بريزيدنت. اتس if you would rather I would speak in a different language, I'm more than ready. No, please go ahead. English would be the two biggest world organizations, the private sector organization, the World Travel and Tourism Council, and the United Nations Tourism Organization, the UNWTO, on how much we value and how much we want to support Tunis in general at this stage and time. تشرفنا هذا الصباح ديفيد سكاوسل الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، وأنا بمعية معالي الوزير بلقاء فخامة رئيس الجمهورية، وكان لقاء مفيد جدا، واستمعنا إلى الكثير من الرؤى والخطط والبرامج التي تعبر بكل وضوح عن دعم تونس الكبير لقطاع السياحة والسفر في تونس وفي منطقة البحر المتوسط وعالميا. وكان من المهم جدا أن نؤكد الدعم الكبير الذي توليه منظمتينا لتونس بشكل عام ولمستقبل تونس ولتنمية قطاع السياحة في تونس. تحدثنا عن الكثير من التفاصيل التي لها علاقة بالخطط التنفيذية، ولكن الأهم كان التأكيد على أن السياحة والسفر في خدمة التنمية وفي خدمة تونس الجديدة، تونس المستقبل. ووجدنا لدى فخامة الرئيس رؤى واضحة جدا في هذا المجال، أكدت قناعتنا بأن مجيئنا في هذا اليوم إلى تونس كان هو الخطوة الصحيحة، وأن دعمنا هو في المكان الصحيح وفي الزمان الصحيح. نحن سوف نلتقي بعد قليل أيضاً بدولة رئيس الوزراء ورئيس المجلس التأسيسي، وبعد ذلك سوف نواصل لقاءاتنا التفصيلية مع معالي الوزير لكي تكون هذه الزيارة على الرغم من قصرها أكبر قدر ممكن من الفائدة ينعكس على تونس إن شاء الله.